صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا الكروان غدا وصحانا وصحانا يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا الكروان غدا وصحانا وصحانا صباح الخير على الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هشارك معاكم حاجات اموره قوي. بصوا، انا الفطار ده مش بس انا مجهزاه، لا انا اللي عاملاه، انا اللي عامله الفول الامور ده. هشارككم الطريقه بتاعته، بجد بيبقى طعم طعامه والله. بس امشوا بس على الطريقه دي. بقى بننقع الفول في ميه دافيه يوم كامل، تمام؟ اهم حاجه تبقى ميه دافيه عشان الخطوه دي مهمه. وبنقطع طماطم وبصل وثوم وجزر لو فيه، انا ما كانش عندي جزر، وحبه رز صغيرين قد المعلقه كده، وحبه عدس وشويه كمون، تمام؟ في ناس ما بيعملوهوش ببصل، بس بجد الطريقه دي والله تحفه. انا واخدها عن بنت خالتي واختي حبيبتي، هي اللي قايله لي عليها، بجد تحفه والله العظيم. الفول بيطلع طعم ومزبط كده، طعمه تحفه. المهم، والميه بقى بتبقى سخنه لما نيجي نحطه على النار، بردك دي خطوه مهمه. وبنقلبهم، ولو في معلقه كركم حطي عليها بردك، بيبقى طعمها حلو قوي وبتخليه معاكي فاتح اكتر، تمام؟ بعد ما اما بيستوي مش بياخد وقت، بيبقى مزبط كده، وبجد والله العظيم طعمه خطير خطير. واحلى حاجه ان هو معمول بالبيت، بقسمه بقى على اكياس وبحطه في الفريزر. هو ده كان نص كيلو، النص كيلو بيعمل معايا بتاع 10 اكياس كده. بس طبعا لو انت هتعملي مثلا اكياس كبيرة شوية هيبقى 5 اكياس، والنص كيلو فول اللي هو اللي بيتعمل ده بيتجمل عند العطار تقريبا ب20 او 19 جنيه، فهو مش غالي، حاجات بتتعمل في البيت ومفيدة، جربيها تعجبك والله. المهم، بعد ما خلصت الفول نشرت الغسيل زي الشطورة كده، وبس يعني كافئت نفسي بقى بكوباية شاي، وقعدت بقى في الوقت اللي هو بعد العصر ده، بحبه جدا، بحب اقعد يعني اذكر ربنا بعد صلاة العصر، واسمع التواشيح اللي هي بتيجي على التلفزيون دي، بحس براحة نفسية والله جدا. انا الايام دي او الفترة دي عمالة يعني ما بصحى بدري بحاول اخلص كل حاجة قدامي وحاجة كل اللي ورايا، بحس ان انا اقعد في الوقت اللي هو بعد العصر ده اقعد شوية رايقة من غير ما يبقى ورايا هيصة وحاجات كتير اعملها وكده، فده بيبقى اكتر وقت انا ببقى عايزه اقعد فيه، فعشان كده ببقى عايزه اخلص كل حاجاتي كده الصبح. بعد كده بقى عمر وزين قالوا لي يا ماما عايزين ناكل حاجه حلوه، فقلت اما اقوم اعمل لهم بطاطا، هما بيحبوها. انا مش بعملها، مش بسلقها، بشويها في الفرن. اوقات بسلقها ومش بسلقها بولا نقطه ميه على طريقه ماما، بعد كده هبوريها لكم الطريقه دي تحفه من غير ولا نقطه ميه والله بسلقها. المهم دلوقتي انا هشويها في الفرن، بغسلها كويس جدا جدا، وبعد كده بحطها في الفرن واسيبها بقى كده تاخد راحتها، ومش بتاخد وقت كمان وبتستوي بسرعه، وبتبقى مفيده للاطفال. البطاطا اصلا الايام دي عشان كتيره مفيده جدا للاطفال، والحمد لله يعني عيالي بيحبوها، فدايما بحب اجيب منها. يعني انا بحمد ربنا والله ان هم بيحبوها. وكمان اوقات بعملها بس هي بتبقى تقيلة شوية، ما بتتحط عليها سمنة وتتعمل في الفرن كده وتحط عليها قشطة وعسل ابيض، هي بتبقى مفيدة جدا بس تقيلة قوي عليهم كاطفال، فبحب اعملها كده وياكلوها وخلاص كده بالمعلقة والشوكة وبس. كمان من الحاجات اللي انا بحب اعملها لهم فشار. الفشار من الحاجات المفيدة برضك زي البطاطا. حاجات بقى من البيت احسن من الحاجات اللي هي الضره بتاعت بره والشيبسيات والحاجات دي. كمان الاطفال بيطلبوا الحاجات دي كتير، عايزين حاجات حلوه كتير، عايزين شيبسي. انا بحاول بقى اعمل لهم رز بلبن، بطاطا، كيكه، اعمل فشار، حاجات يعني كده من البيت وتبقى مفيده في نفس الوقت وحلوه ليهم. بس بعد ما بغسلها كويس جدا برصها وخلاص، مش بتاخد وقت خالص. وبكده اكون شاركتكم الحاجات الحلوه جدا اللي انا عملتها. بقيت احب والله اشارككم الحاجات اللي انا بعملها دي. فيارب يكون الفيديو يبقى بسيط كده ولطيف ولذيذ على قلوبكم، وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. باي باي. يلا بطاط.
خلينا ناكل البطاطا بتاعتكم. مين البلو ومين الجرين؟ انا جرين وانا بلو. يامي 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 يامي. كل يا حبيبي. لا مش شايفه حلوه عاملاها، بس هي مش عادله. هي عادله يعني؟ هي عاملاها، هي عاملاها متعامله كده وكده وكده وكده. شايفين دي اكبر من دي، بس يعني هي مش دي ممكن تتاكل بسرعه يعني. دي مش دي كبيره قوي.